واصل محافظ البحر الاحمر عمرو حنفي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنمويه والخدميه بمدينه حلي، كما التقى مع المواطنين واجرى جوله موسعه في قرى راس حدربه وابو رماد، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظه. وخلال جولته الموسعه في مدينه حلي، افتتح محافظ البحر الاحمر محطتي رفع وتحليه لانهاء ازمه نقص مياه الشرب براس حدربه وابو رماد، مؤكدا ان قرى ومدن الجنوب تتصدر أجندة التنمية لدى القيادة السياسية.